عضو الكنيسة ممثل الجبهة في القائمة المشتركة السيد يوسف العطاوني، يعني نلتقي معك في مكتبك هنا في الكنيسة، ما هي برامجك المستقبلية؟ أولا أهلا وسهلا بك، فعلا بدأت بمهامك عضو الكنيسة. عملت قبل أن أحضر الكنيسة هنا في مجال التربية والتعليم، وكنت أيضا ناشطا في كل ما يتعلق بقضايا أهلنا في النقب. وعلى أجندة عملي سوف يكون بالأساس كل ما يتعلق في قضايا القرى الغير معترف بها بالنقب، من ناحية الانتزاع الاعتراف بهذه القرى وإمدادها بالخدمات في جميع مجالات الحياة. لا يخفى عليك وعلى الجميع أن القرى الغير معترف بها في النقب تعاني من مشكلة أساسية في نقص في كل الخدمات، وهناك خطر كبير يوميا يهدد الأهل في النقب، هو قضية هدم البيوت في هذه القرى. سوف أعمل مع زملائي في القائمة المشتركة وأيضا أعضاء كنيسة آخرين من أجل طرح قضايا النقب بقوة. قضية النقب هي القضية الأولى للجماهير العربية، هي القضية الأساسية. كل مجتمعنا يعاني من مشاكل وتحديات كبيرة، ولكن تبقى قضية النقب هي الأصعب، وهي تحتاج إلى كم هائل من العمل. نحن في القائمة المشتركة سوف نطرح قضية النقب في جميع المجالات. فخلال أسبوعين فقط، كانت فترة قصيرة، ولكن استطعنا أن نطرح وأن أطرح بالذات عدة قضايا تهم هموم الناس اليومية. يعني في قضية هناك قرى اللي لا يوجد فيها كهرباء، هناك مشاكل في قضايا التعليم، هناك نقص في الصحة، هناك نقص في الخدمات الاجتماعية، كل مجالات الحياة في النقب. ومسؤوليتنا أن نطرح هذه الأمور ونتابع هذه الأمور من خلال الكنيسة وأمام الوزارات المختلفة لكي نوفر لأهلنا ونخفف المعاناة عنهم. يعني أستاذ يوسف، أخذت على عاتقك موضوع هام جدا يشغل الوسط العربي، وهو قضية أهل النقب، وهناك أمامك تحديات كبيرة في هذا الموضوع. هل هناك برنامج عمل مبرمج لحل هذه الإشكاليات الموجودة هناك؟ الوضع صعب والوضع مركب في النقب، ولكن هناك فرصة أيضا تاريخية. هناك أربعة أعضاء كنيسة من النقب، نحن في الأيام الأخيرة بعملية تشاور من أجل بلورة برنامج عمل لكيف نستطيع أن نطرح قضايا النقب وكيف نتعامل معها. الموضوع في النقب هو موضوع صعب، وهناك تحديات كبيرة في قضية الاعتراف، في قضية الخدمات، في كل ما يحدث في النقب. ونحن بحاجة أولا طرح هذه القضايا من خلال البرلمان، من خلال الكنيسة، بس باعتقادي هذا لا يكفي. يجب أيضا أن ننتهز هذه الفرصة، وجود أربع أعضاء كنيسة من النقب، لنقوم بتنظيم الأهل في النقب، لأن هناك حاجة إلى تنظيم الأهل لنضال شعبي في النقب. وأثبت أن أقصر الطرق للنجاح في النضالات أيضا عندما يكون العمل البرلماني مدعوم بالنشاط الجماهيري والنضالي، نستطيع أن نحقق الحقوق. يجب أن في النقب أن تكون هناك دفعة إلى الأمام في كل ما يتعلق بالعمل الجماهيري والنضالي، وإذا استطعنا أن نربط بين العمل البرلماني والجماهيري نستطيع أن نخدم أهلنا في النقب. هل فكرتم بإقامة لوبي لطرح هذه القضايا أمام الكنيسة وأمام الرأي العام؟ صديقي وأخي النائب طلب أبو عرار قبل أسبوعين بادر في الكنيسة هنا إلى يوم اللي طرحت فيه كل قضايا النقب. عمليا من خلال عملنا في الكنيسة في كل اللجان، كل الأيام اللي بيكون فيها لجان في داخل الكنيسة، نحن نطرح كل قضايا النقب وقضايا الوسط العربي بشكل عام. في هناك قضايا كثيرة أيضا في الوسط العربي، قضية الخرائط الهيكلية، المناطق الصناعية، قضايا التعليم، قضايا الصحة في كل الوسط العربي، وقضية العنف باعتقاد هي قضية مركزية تهدد وجودنا كمجتمع عربي في هذه البلاد. يجب علينا أيضا طرح هذا الموضوع، وعلى الشرطة أن تأخذ مسؤوليتها في هذا المجال في كل ما يتعلق بجمع السلاح الغير مرخص في الوسط العربي. ولكن علينا أيضا نحن كمجتمع أن نأخذ دورنا في التربية وفي عملية التثقيف وعملية التكافل الاجتماعي للحد من ظاهرة العنف في المجتمع. شكرا جزيلا لك أستاذ. شكرا لك.